في الامارات، هيقول لنا طبعا بعض التفاصيل الخاصه بمعسكر الفريق والمؤتمر الصحفي الخاص باعتزال كابتن حسام غالي. مساء الخير يا كريم. اهلا بيك يا كابتن فاروق، وتحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. تحياتي ليك كريم. يعني طمنا الاخبار، البعثه والمؤتمر النهارده والامور ماشيه ازاي عندك؟ اكيد يمكن زي ما بنقول حاله يمكن من السعاده للكابتن حسام غالي ان هو طبعا قرار ان هو يعتزل، وحاله من الحزن ايضا كمان للكابتن حسام غالي ان هو يبتعد عن كرة القدم. باين عليه بشكل كبير جدا، متأثر بشكل كبير جدا من اول ما كنا في مطار القاهرة. الكلام يمكن محدود شوية، يمكن كابتن حسام غالي كالعادة بيبقى فيه تهريج وبيبقى فيه هزار مع اللعيبة، ويمكن معانا كمان مع الكروب بتاع قناة الأهلي بيكون متواجد معاه. يعني هو يمكن دماغه متشتتة شوية، شايفينه كده يمكن حريص شوية في بعض الكلمات، لكن إن شاء الله يكون مباراة مميزة وودية عالمية تليق باسم الكابتن حسام غالي، واحد من نجوم النادي الأهلي. الحقيقة يمكن هنا الاستقبال في الإمارات يا كابتن فاروق أكثر من رائع، سواء في الطائرة يمكن واحنا في الطيارة كمان الطاقم الخاص الكابتن الطيار وكل الطاقم الخاص في الطيارة كانوا مجهزين صورة بسيطة عليها لوجو الأهلي أو شعار. كمان قائد لي منتخبنا الوطني كانت لفته طيبه جدا، البعثه ايضا كمان متواجد فيها عدد كبير من النقاد الرياضيين اللي هيكونوا متواجدين لشخصيه المهرجان اللي هيبدا ان شاء الله غدا في مدينه العين او اماره العين استاد هزاع بن زايد. فور وصلنا من المطار الشارقه توجهنا ايضا الى دبي، طبعا العاصمة الرائعه جدا، والشعب الاماراتي اللي عايزين نهنيه ونحييه على الاستقبال الرائع كالعاده. الامارات ومصر هي شعب واحد، حاجه رائعه جدا، وده مش جديد على شعب الامارات على الحفاوه اللي احنا بنشوفها هنا في فندق الاقامه. كمان الجاليه المصريه كالعاده متواجده، التقاط الصور التذكاريه مع كل نجوم النادي الاهلي وبالتحديد الكابتن حسام غالي. الجميع هنا يمكن بيقول رسائل لكابتن حسام غالي، كابتن حسام ليه هتعتزل يا كابتن حسام كمل معانا؟ بياكد من جديد الكابتن حسام غالي قال انا عايز استريح، بيقول الناس انا عايز استريح وعايز افكر في بيتي ومستقبلي ومراتي واولادي، ويعني بيتكلم بلغه الاسره وبلغه الاب طبعا بعد ان شاء الله يكون اعتزاله كره القدم، واكيد هنتاثر بيه بشكل كبير جدا. بعد طبعا وصلنا الى فندق الاقامه كان الميعاد الساعه 2 ظهرا، هو المؤتمر الخاص بشرح المهرجان وكافه التفاصيل لمهرجان الكابتن حسام غالي اعتزاله. طبعا حضر فيه حسام البدري المدير الفني للنادي الاهلي، القائد الكابتن حسام غالي، مدير فريق نادي اياكس كريم خيرت طبعا هو احد المنظمين، شركه اي ام سي سي المنظمه لهذه المباراه. الحديث كمان كان مع الصحفيين على كابتن حسام ليه اختياره يوم 11/5 ان هو يكون متواجد قبل مباراه المصري، قالوا له ليه ما اعتزلتش بعد مباراه المصري لانتهاء الموسم كامل؟ قال يمكن ده هو التوقيت اللي النادي الاهلي فاضي فيه او مفيش ضغط مباريات شويه، يمكن مباراه كامبالا سيتي هي المباراه الافريقيه للنادي الاهلي، لكن ما كانش يعلم الكابتن حسام ان هي هيكون في هذا التوقيت. تاثر ايضا بشكل كبير جدا، ويمكن الدموع كالعاده كانت في عيون الكابتن حسام غالي كل ما بيتكلم على انهاء المسيره او تحياته لزملائه او اي حديث يخص كره القدم في نهايه مشواره، بتكون طبعا الدموع وبتكون طبعا الحزن الشديد للكابتن حسام غالي اللي بيتمنى له كل التوفيق الفتره اللي جايه في المجال الاداري، المجال الفني، يكون مدرب يكون مدير فني. اكيد الكابتن حسام عاوز يستريح شويه ثم بعد كده هيتخذ قرار للجهه الاداريه او للجهه الفنيه. خاصه كمان يا كابتن فاروق الكابتن حسام البدري اليوم التدريب في الساعه 8 باحد الملاعب القريبه من فندق الاقامه هنا في اماره دبي، على ان يعود الفريق بعد ساعة أو بعد ساعة ونص، ثم بعد كده يكون في العشاء ويتوجه غدا صباحا إن شاء الله إلى مدينة العين أو إمارة العين استاد هزاع بن زايد لمباراة النادي الأهلي وأياكس أمستردام. عايز أأكد على حاجة كمان، يمكن التذاكر جمهور النادي الأهلي كابتن حسام في المؤتمر أنا بدعو كل جمهور النادي الأهلي شرفوني في مباراة الغد مباراة أياكس والنادي الأهلي، تذاكر المباراة بتبدأ من 100 درهم حتى 110 لغاية 150 وتصل الى 300 درهم و350 للمقصوره الاماميه والصفوف الاماميه، حاجه رائعه ومميزه جدا مش جديد على الامارات تنظيم المباريات الرائعه. الاستاذ هزاع بن زايد احد التحف طبعا والانشاءات الرائعه جدا، بنتمنى يكون يوم رائع يليق باسم حسام غالي، واحد من نجوم النادي الاهلي ونجوم منتخبنا الوطني، وان شاء الله يكون موفق كابتن فاروق في مشواره الاهلي. طيب انا بس وانت قبل ما انهي معاك يا كريم، بس يعني اللاعبين اللي كانوا موجودين في المؤتمر الصحفي، يعني هل تم اختيارهم ولا هم يعني هم اللي قالوا انا عايزين نروح المؤتمر الصحفي؟ يعني حته ان وجود احمد فتحي وحسام عاشور ودول اللعيبه الكبار بشكل كبير وليد سليمان اللعيبه الكبار ان هي
الى المطار ثم هنا في فندق الاقامه. الحقيقه ده دور اللعيبه الكبار، دور كباتن النادي الاهلي ان هم يكونوا متواجدين مع كابتن حسام غالي، وباكد لك ان ده كان اصرار من اللعيبه ان هم يكونوا متواجدين. اللعيبه كلها كانت عايزه تنزل تكون متواجده في المؤتمر الصحفي، لكن البروتوكول يمكن يحدد ان يكون في بعض اللعيبه المتواجدين سواء على فريق اياكس الهولندي وايضا كمان فريق النادي الاهلي. لكن عايز اقول لك انا يمكن سجلت مع بعض اللعيبه طارق سلية، علي معلول، باسم علي، عدد كبير من لعيبه النادي الاهلي يقولوا احنا يمكن يعني 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 ناس حزينه ان هي تفتقد واحد زي حسام غالي، يتمنوا له التوفيق، والناس متاثره جدا باعتزال حسام غالي واحد من نجوم النادي الاهلي. واكيد زي ما بقول لك كابتن فاروق ان شاء الله تكون مباراه جيده وقويه فريق باسم كابتن حسام غالي. اشكرك كريم، ويعني تغطيه بالنسبه لكل الاحداث بشكرك عليها، واحنا معاك دايما باستمرار لكل التغطيه الخاصه بمهرجان اعتزال حسام غالي. هي دي كره القدم، في الاول وفي الاخر بيجي في نهايه لكل لاعب يتوقف عنها عن لعب، ولكن بيظل موجود في اذهان محبيه، فبالتالي